الدواب هذا انا برعاها وبدير بال عليها، بصير عندنا اضرار مرار من الجيش الاسرائيلي. لما يصير الحروب بسيب هذه الدواب كلها، الحمير والجمال والخيل عندي، وبروح باجي بلاقي مرار فيها دواب ميتة متضررة اشي زي هيك عشان الجوع، او انها مكسوفة مضروبة ضرب من اليهود. بأثر الاستيراد لانه احنا هذه الدواب يعني بنستغنيش عنها، لا مزارع بيستغنى عنها ولا صاحب مصلحة بيستغنى عنها. عندنا يعني كثير من الدواب هذه بتصرح ناس، بتلم حجار، بتلم حديد، بتلم مشي، بعيشوا اولادهم. انا بالنسبه للدواب هذا مربي يعني الهن. المنع اثر على انه منعوا اليهود هذا الدواب الحمير، اثر على سعرها، يعني سعرها صار غالي وما يقدروش يشتروا الناس الدواب هذه. بالنسبة للحمير هذا عشان حاليا عشان اليهود رفضوا مرقن عن المعبر، سعرهن غلي وفي ناس بيقدروش انهم يشتروها، وبقعدوا في الدور من غير لا شغل ولا شيء. لكن لما هذا الحمار يكون كثير عندنا في البلد هان، الكل بترزق فيه يعني، وبيطلعوا وبيشتروا. وبالنسبة لسعر يعني كان أول لما يجي علينا الحمار هذا يبقى ب 250 دينار ب 300 دينار، اليوم ب 600. من وين تجي ب 600 ويطلع يشتغل؟